صعيب كثير، كان صعيب اكثر من، لانه في الاخير اللاعبين تاعنا ما كانوا مقهورين خاصه بدنيين وذهنيين، لانه شويه كان فيه سسبانس خوفا من الجيم. ما تنساوش انه هذا سيمي فاينل اللي يرشحنا للفاينل، وهذا هدف الفريق. يعني اذا اليوم ما تاهلناش كانت كارثه عظمى للفريق تاعنا. عليها اللي كان ضغط على كل شيء، على اللاعبين، علينا احنا، على المسؤولين، على كل شيء. دونك اليوم كان ماتش تري 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 ديفيسيل. كنعرفوا لي كاليتي ديال المجد، عندهم دي شوتور تري اكسيلون. اون اترافي لا سيمانه كامله، وفي لو ماتش الي اون اترافي سور نوت ديفونس. اليوم الحمد لله اون في اون تري بون ديفونس. En attaque, on avait des problèmes, mais alhamdoulilah, avec on est resté ensemble, coach et l'équipe, on est traîné ensemble, et voilà, on est en finale, inchallah. Les chaînes, je leur dis un grand merci à Roma. C'est vraiment, c'est grâce à eux, c'est grâce à Roma, c'est Roma. Yes. Félicitations. Merci à Roma. Avant de donner le match, حاجه زوينه، وعطينا واحد الصوره ديال الباسكيت ديال الفراقي ديال طنجه. الحمد لله طنجه عندها اتحاد طنجه عندها واحد شبا 50 ولا 60 عام ولا 70 عام ديال الاكسبيريونس. حنا الله 4 سنين الحمد لله. والمهم تنفرحوا نشوفوا الجمهور بحال هكا، سي بلوز امبورطون. سبور بلا جمهور سي با سبور، ما في والو. ما دونك الحمد لله، شوف عطينا صوره زوينه الباسكيت، باسكيت سبور زوين. نتمنوا الناس يجوا يدخلوا ليه ويلعبوا. والمهم هذا فيليستاسيون اتحاد طنجة، والله يسهل ان شاء الله لكم ترجع لطنجة. هذا هو المهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.